أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل البدعة مثل الكفر لها موانع؟ أي أننا إذا قلنا ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، نقول ذلك أيضا في البدعة؟ البدعة إذا لم يبتكرها صاحبها وإنما ظن أنها صحيحة، لأنه لا يعرف ضابط البدعة من السنة، فهذا جاهل، هذا جاهل يبين له، يبين له. أما إذا كان يعرف أنها بدعة وأنها ما لها أصل فهذا مبتدع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالمحدث مبتدع. ثم قال في الرواية الثانية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن عمل بالبدعة ولو لم يحدثها، إذا عمل بالبدعة ولو لم يحدثها فهو مبتدع، إلا إذا كان جاهلا لا يدري أنها بدعة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.